عنتر يا عنتر وينك يا عنتر؟ أبوي رجع البيت، أنا لازم أمشي استخبى بسرعة. أنا عندي تحدي جديد لازم نسويه. وش هو التحدي؟ مينو بيقدر يصنع مخدرات أول، أنا ولا أنت؟ لكن ده غش، أنت دكتور كيمياء وأنا طالب روضة. خاف الله. لا ترفع صوتك الحين بتموت. اسكت وسوي التحدي بس، أنا راح أبدأ قبلك. حاضر يا بابا. الحقني مفهوم؟ مفهوم. الوصفة السرية سهلة، أول شي تبغى موية حارة. أبوي ما يدري إنه عمري 20 سنة وأنا بتجهز في بيته لأني مفلس، والحين بدأ بموضوع التحديات. معلش يا أبوي بس أنا لازم أكتب اسمك في الديس نوت. الخطوة الأولى لصنع المخدرات تحط بندقية. أنا أحبك. وقاطع الويت ومليون دولار، أهم شي يكون مسروق من البنك. مخدرات غالية شديد، بس أي شيء للتحدي. وأخوك نسيته أنا وهو رح ينسى كل شيء. معلش مع السلامة. وآخر شيء عشان تتم الخلطة سيفو.